بعد ما خلصنا الـ 3 basics بتاعت الـ forces وكمان أخدنا Newton's laws of motion هنبدأ دلوقتي ناخد أنواع مختلفة من الـ forces وأولهم هيكون gravitational force. قطعا الكلام عن الـ gravitational force لا يمكن تلخيصه إلا أننا اتفقنا أن أهم شيء بالنسبة للفيزيكس في هذا المستوى ان احنا نحدد المطلوب مننا بالضبط عشان ما نتشتتش بكتر التفرعات. عنوان الجرافيتيشنال فورس بيتلخص في رول واحدة بس وهي W equals mg. W هو الويت in newtons. It's the force of gravity وهي vector quantity. بينما M هي الماس in kilograms. It's the amount of matter contained by an object وهي scalar. الجي هو مصطلح جديد بنسميه acceleration due to gravity وهو مقدار 10 meters per second square وهو constant. ايه قصة جي؟ اي جسم بيقع على الارض من اي ارتفاع طول ما هو نازل هو بيأكسلريت مش بينزل بيقع بconstant speed. الأكسلريشن due to gravity دي constant بالنسبة لأي object على وجه الارض. اي object في الدنيا بيأكسلريت بمقدار 10 meter per second square against gravity. الرول دي وجهتني لان في فرق ما بين definition الماس وما بين definition الويت زي ما قرناهم مع بعض من خلال اللي مكتوب. بيعرفني شيء هنا انسان واقف على الارث وانسان واقف على المون الماس بتاعته 120 كيلوغرامز وهو واقف على الارث الويت بتاعته اللي هي force of gravity اللي هي قوة شد الارض لي according to W equal mg هتكون 1200 newtons بينما نفس الشخص لو واقف على المون هتكون الويت بتاعته 200 newtons بس لان الجي على المون بتكون غير الجي على الارث. كل ما البلانيت كبر كانت الجي بتاعته اعلى. الناس اللي واقفين على الارث في اماكن مختلفة الارث بتشدهم في اتجاه الكور ولو اننا ما بنلاحظش هذا الكلام لان احنا مش بنشوف الناس اللي في الاماكن الاخرى. اذا الارض بتشدنا في اتجاهات مختلفة على حسب المكان اللي احنا متواجدين فيه. بيقول لي جي هي الاكسلريشن due to gravity وهي 10 meters per second square وهي constant at sea level. الجي كمان ليها اسم تاني وهي gravitational field strength وهي برضو 10 بس بيونت مختلفة اسمها newtons per kilogram وهي برضو constant at sea level. في واقع الامر ان الجي بتتغير كل ما نرتفع عن سطح البحر بس احنا عندنا في الاو ليفل في اي مكان بنعتبرها constant اللي هي 10 meter per second square. بعد ما خلصنا الجرافيتيشنال فورس معنا دلوقتي ان شاء الله مع الفريكشن فورس. الفريكشن فورس من الاجزاء المساعده في المنهج اللي مش بتوجه لها الاسئله مباشره وانما من خلال مواضيع اخرى. معلومات محدده لازم اعرفها عن الفريكشن فورس وهي رقم واحد ان هي دائما اوفوزنج الموشن. العربيه اللي ماشيه في اتجاه اليمين بيكون الفريكشن بتاعها في اتجاه الشمال. كذلك اللي نازل من ارتفاع عالي هو بيكون نازل تحت في الوقت ان الفريكشن بتاعه اللي بنسميه دراج بيكون في الاتجاه الاعلى. اول معلومه عندي friction force always opposes the motion. تاني حاجه عايز اعرفها العربيه اللي سرعتها 2 متر بير سكند والعربيه اللي سرعتها 4 متر بير سكند الاولانيه عليها friction لان هي متحركه بس friction قليل. العربيه السريعه برضو عليها friction بس بيكون اكبر من العربيه البطيئه. الخلاصه ان as speed increases friction force also increases. المعلومه الاخيره ان friction always causes loss of energy as heat energy. دايما اي شيء بيحصل فيه احتكاك لازم يحصل سخونة. دول الثلاث معلومات اللي أنا عايز أعرفهم عن الفريكشن. ثالث نوع من انواع الفورسز واسمها دراج فورس. الدراج فورس هو اسم اخر للفريكشن فورس بس الفريكشن مصطلح اعم وبيطلق في الغالب على الاحتكاك ما بين سوليد وسوليد زي عجل العربيه والرود. بينما الدراج فورس بيقول لي is the friction between solid and liquid or between solid and gas or liquid and gas زي الفولينج رين دروب. احتكاك الامطار وهي نازله بالهواء بيعتبر اسمه دراج فورس. دراج فورس has all the properties of friction force ليها نفس الخصائص. هنا بيوضح لي طبيعة الدراج. احتكاك عجل العربية بالأرض بيسميه فريكشن. احتكاك جسم الطيارة بالهواء بيسميه دراج. كذلك احتكاك جسم السبيد بوت بالمية بيسميه برضو دراج.
رقم واحد, drag always opposes the motion. As speed increases, drag force also increases. ثالث معلومة, drag force always causes loss of energy as heat energy. نفس خصائص الفريكشن فورس. أهم شيء وجزئية مستقلة بذاتها وجديرة بالأسئلة وهي السقوط بالباراشوت. نشوف الانيميشن اللي بيشرحه وبعدين نرجع تاني. النزول بالباراشوت. الحقيقة أول ما الصندوق اللي قدامي هيبدأ يترمي من الطيارة هتكون فورس واحدة بس اللي مؤثر عليه وهي وزنه لتحت بسبب Earth Gravity. عشان كده بيكون في acceleration تسارع زيادة في السرعة تحت زي ما اتفقنا بناء على نيوتن سكند لو. إذن سرعته هتبدأ تتزايد في الاتجاه لأسفل. بس الحقيقة زي ما قلنا بالنسبة للدراج فورس إن كل ما زادت سرعة الأوبجكت كل ما زادت الدراج فورس اللي بيواجهها. هتبدأ الدراج فورس تزيد كل ما زادت سرعة الأوبجكت وبناء عليه النت فورس لتحت هتبدأ تقل فالacceleration هيبدأ تصغر قيمته يعني التسارع هيبدأ يقل. لغاية امتى؟ لغاية ما يوصل الحقيقة المرحلة ان وزن الصندوق لتحت equals الفريكشن بتاعه مع الهواء لفوق وساعتها النت فورس هتبقى زيرو. نت فورس يعني زيرو احنا خدناها قبل كده يعني هيبدأ الأوبجكت ينزل بكونستنت سبيد وهي اخر سرعة وصلها. اخر سرعة وصلها هنا في الفيزيكس بنسميها terminal velocity. اذا terminal velocity هي السرعة اللي بيوصلها الأوبجكت اللي نازل بسبب ان وزنه لتحت بسبب سرعته اصبح ايكوال للدراج فورس لفوق بيفضل ماشي بكونستنت سبيد اللي هي التيرمينال فيلوسيتي لغايه ما يبدا يحصل ريليزنج للباراشوت. اول ما بيحصل ريليزنج للباراشوت فجائيا بتبدا الدراج فورس تعلى قوي 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 لفوق وده الحقيقه هيسبب ديسيليريشن لان الفورس اصبحت لاعلى فهيصبح الصندوق بتاعي سرعته تقل لغايه ما الدراج فورس ترجع تاني ايكوال للويت بتاعه الأوبجكت لتحت ودي تيرمينال فيلوسيتي تانية الفورس الفوق فيها equals الفورس لتحت يعني هيبدأ الأوبجكت بتاعي يمشي بكونستنت سبيد بس أبطأ من الأولانية لغاية ما يصطدم تماما بالأرض. لو قسمنا خطوات النزول بباراشوت لمراحل بالنسبة للبوكس هنلاقيها كالآتي. طول ما البوكس نازل الويت بتاعته كونستنت ولنفترض ان هي على سبيل المثال 10 نيوتنز. اول ما البوكس بيترمي من الطيارة في لحظة ان احنا بنسيبه بتكون السبيد بتاعته بزيرو وعليه بيكون الدراج بزيرو ما بيكونش فيه اي احتكاك. عشان كده بنقول ان النت فورس 10 نيوتنز داونوردز. فاول خطوة بيقول لي ويت اونلي داونوردز اند نو دراج ابوردز. عشان كده بيكون في اكسلريشن بفعل النت فورس 10 نيوتنز. كل ما البوكس بينزل اكتر بيبدا يسرع اكتر كل ما سرعته تزيد الدراج فورس تبدا تزيد وليكن وصلت ل 2 نيوتنز. اذا ده معناه ان النت فورس اصبح 8 نيوتنز تحت. لو بصينا على الفرق هنلاقي ان النت فورس قلت. ده بنترجمه الكلام كالاتي: speed increases so drag increases so net force decreases so acceleration decreases. بنتكلم عن اربع حاجات: speed و drag net force و acceleration. اذا واضح انه still بيسرع ما زال في acceleration وبما ان ما زال في acceleration فالدراج فورس بتعلى وليكن وصلت ل 5 نيوتنز. معناها ان النت فورس هي كمان اصبحت 5 نيوتنز لتحت. بنقولها كالاتي: speed increases so drag increases so net force decreases so acceleration decreases. اذا ما زال السبيد بتزيد لان الacceleration ما زالت موجودة. هوصل لمرحلة ان الويت لتحت equals الدراج لفوق ساعتها النت فورس equals zero. هنا بتكون لحظة خاصة شوية بنقول ان الويت داونوردز equals الدراج upwards ساعتها النت فورس بتكون بزيرو so الacceleration equals zero. ونركز هنا على كلمة acceleration equals zero دي مش معناها ابدا ان البوكس توقف وانما معناه بطل يزود سرعته يعني اصبح ماشي بconstant speed so moves with constant speed terminal velocity. حتى هذه اللحظة البوكس ما عملش releasing للباراشوت ما زالت الويت هي equal 10 نيوتنز. بيبدأ البوكس يريليز الباراشوت. لحظة ريليزنج الباراشوت بتحدث دراج فورس فجائية كبيرة جدا لفوق وهنعتبرها بمقدار 30 نيوتنز. خطأ الناس بتفتكر ان وانس ان الباراشوت بيتفتح الجسم بيطلع لفوق. الكلام ده مش مظبوط. هنا معناها ان في نت فورس 20 نيوتن upwards. بس ما ننساش ان already البوكس مش واقف البوكس بيتحرك لتحت عشان كده الفورس اللي لفوق دي مش هتطلعه لفوق وانما هتسبب له deceleration. Parachute opens ده معناه
drag كبيرة upwards. So net force is now upwards opposing motion. والforce اللي opposing motion تسبب deceleration. إذن البوكس لما يفتح الباراشوت مش هيطلع لفوق وإنما هيبطأ تماما من سرعته. طب يا ترى هل الدراج فورس دي هتفضل كبيرة لفوق؟ الإجابة لا، لأنه already الباراشوت بطأ البوكس، فبالتالي الدراج فورس لازم تقل، هتقل لغاية ما توصل إن الويت داونورد إيكوال الدراج فورس upwards تاني، ساعتها النت فورس هتكون 0 نيوتنز تاني، بس المرة دي في وجود الباراشوت بنقول drag decreases until it equals weight again، وساعتها في another weight equal drag و another net force equal 0 و another acceleration equal 0 و another constant speed terminal velocity تانية but slower than the previous one، لأن المرة دي بعد ما فتحنا الباراشوت. أهم شيء في هذا الدرس إن أنا أربط الفورس diagram بالجراف بتاعي. لو قسمت الجراف بتاعي A B C D E F وأخيرا G هنلاقي الفورس diagram كالآتي: فترة A ل B اللي هو بيكون لسه مرمي وبيكون أعلى net force وأعلى acceleration، الفترة من B ل C هي decreasing acceleration، ودي الفترة اللي بتكون الجسم بيسرع والدراج فورس بتعلى والacceleration بيقل. الفترة من C ل D هي فترة الterminal velocity الأولى اللي الويت لتحت equals الدراج لفوق. النقطة دي هي اللي فتح عندها الباراشوت فتسبب في فورس فجائية الأعلى وتسبب في deceleration. الفترة من E ل F هي اللي الدراج فورس قلت فيها بسبب تباطؤ البوكس بفعل الباراشوت، وهي الterminal velocity التانية اللي هي أبطأ من C ل D بسبب فتحة الباراشوت. FG هو اصطدام البوكس بالجراوند. الفورس اللي جاية هي الرياكشن فورس، فورس بسيطة قوي في فهمها. تعالوا ناخد مثال الولد اللي لابس أحمر والولد اللي لابس أزرق. اللي لابس أحمر بيبدأ يزق بفورس 10 نيوتن زميله. زميله لو عايز يحافظ على نفسه في نفس المكان من دون ما يتحرك فهو مضطر يرد عليه في اتجاه معاكس بمقدار 10 نيوتن. ده اللي بنسميه الأكشن والرياكشن. لما بيبقى عندنا حيطة وبنزق الحيطة دي بقوة والحيطة دي مش بتقع، ده معناه إن الحيطة ردت علينا برياكشن مقداره 10 نيوتن. بنفس الكيف لو الولد اللي لابس احمر زود الفورس بتاعته ل 20 نيوتن، فالولد اللي لابس ازرق مضطر هو كمان انه يزود الفورس بتاعته من 10 نيوتن ل 20 نيوتن عشان يعادل هذه الفورس ويبقى في مكانه. بنفس الكيفيه لما بزود الفورس بتاعتي على الحيطه بمقدار 20 نيوتن وما بتقعش، بعرف ان الحيطه بترد عليا بمقدار 20 نيوتن.